حتى يتبين لهم أنه الحق بعدما يأس الملحدون من تشكيك الناس بإعجاز القرآن بدأوا يلجأون لأسلوب جديد يكتبون مقالات بقلم كاتب إسلامي يحذر فيها من الإعجاز العلمي أو الرقمي ويقولون ينبغي أن تبتعدوا عن هذا الإعجاز لأنه يشوه القرآن سبحان الله يعني أي غبي يصدق ان اعجاز القران العلمي يمكن ان يكون وسيله لتشويه القران بل ان ابعاد الناس او ابعاد القران عن العلم هو اكبر تشويه لصوره هذا القران وكان القران هو كتاب يجب ان نضعه على الرفوف القران ايها الاحبه هو منهج حياتنا الله تعالى الذي خلق الكون هو الذي خلق الإنسان وخلق الكائنات وخلق الأرض خلق كل شيء وهو الذي أنزل هذا القرآن وهو الذي أنبأنا عن ذلك الحقيقة الذي لفت انتباهي يعني مؤخرا مقالة انتشرت كثيرا أحببت أن أنبه عليها يعني جاء الكاتب كاتب المقالة بأرقام خاطئة دققوا معي والأحبة جاء بارقام خاطئه نسبها لاصحاب الاعجاز العددي ورد عليها بارقام خاطئه، سبحان الله يعني ذكر الرقم خطا وصححه برقم خاطئ اخر. لذلك ايها الاحبه اليوم لدينا برنامج اسمه برنامج احصاء القران الكريم. انا انصح بتحميل هذا البرنامج وبخاصه الاصدار الاخير وهو الاصدار الذهبي. عام 2018 لانك تستطيع ان تعرف تكرار اي حرف او اي كلمه بسهوله في القران بدقه 100% من خلال هذا البرنامج، يعني يستطيع اي انسان ان يتاكد من هذه المعلومات. لا داعي ايها الاحبه لذكر المعلومات التي ذكرها صاحب المقال لان معظمها خاطئ، دعونا نتامل هذه الارقام الصحيحه والمؤكده 100% والتي تشهد على ان القران فيه اعجاز عددي مبهر ولا يمكن لانسان ان ينكر هذا النوع من الاعجاز، اولا ايها الاحبه نحن نعلم ان السنه عباره عن 365 يوم تقريبا لو فتحنا القران وبحثنا عن كلمه يوم بالمفرد يعني كلمه يوم اليوم يوما نجد انها ذكرت 365 مره بالضبط بعدد ايام السنه. السنه ايها الاحبه تتالف من 12 شهرا. عندما نبحث عن كلمه شهر بالمفرد يعني شهر الشهر شهرا بصيغه المفرد نجد ان القران ذكر الشهر 12 مرة بعدد أشهر السنة سبحان الله والله لا يمكن للمصادفة أن تصنع ذلك أيها الأحبة القمر يدور حول الأرض دورة كل 27 يوما تقريبا دورة حقيقية لو فتحنا القرآن وبحثنا عن كلمة قمر والقمر في القرآن نجد أنها ذكرت 27 مرة بالضبط بعدد أيام القمر والعجيب ايها الاحبه ان كلمه ايام بالجمع ذكرت في القران 27 مره بعدد ايام القمر، سبحان الله من يستطيع ان يقول ان هذه مصادفه، دعونا نتابع. الملائكه كلمه الملائكه بجميع مشتقاتها ذكرت في القران 88 مره والبرنامج موجود لمن احب ان يتاكد. الشياطين بجميع مشتقاتها ذكرت 88 مره، سبحان الله ما هذا التوافق! يعني انه يشهد على انه لا مصادفه في القران انما اعجاز واحكام. كلمه الدنيا ذكرت ايها الاحبه 115 مره. كلمه الاخره ذكرت 115 مره في القران، توازن. وكأن الله يريد ان يقول لك ينبغي ان تحدث توازنا بين الدنيا والاخره، فلا تجعل هذه الدنيا تطغى على الاخره. كلمة رجل منفردة ذكرت في القرآن كله 24 مرة. كلمة امراة منفردة ذكرت 24 مرة ايضا، سبحان الله، هذا من عدل الله بين الرجل والمرأة. طبعا لدينا كثير من الكلمات أيها الأحبة نذكر هنا فقط القليل يعني مثلا النفع ومشتقاته في القرآن مثل منافع نفعا ينفع إلى آخره ذكر خمسين مرة والفساد ومشتقاته مثل يفسدون يفسد المفسدين إلى آخره ذكر خمسين مرة أيضا نفس العدد سبحان الله حتى في الطبيعه نجد اشياء مذهله تتفق مع القران، يعني نحن نعلم ان النحل له ميزه ان عدد الكروموسومات او الصبغيات في خلايا النحل هو 16 في الذكر 16 كروموزوم وفي الانثى 16 زوج من الكروموسومات. إذا ذهبنا إلى القرآن وفتحنا على السورة رقم 16 نجدها سورة النحل، سبحان الله، هذا توافق عجيب جدا. عندما ننزل إلى مركز الأرض ماذا نجد؟ نجد عنصر الحديد. نواة الأرض هذه النواة تتألف في معظمها من عنصر الحديد، إذا عنصر الحديد يتركز في مركز الأرض. طيب ماذا عن مركز القرآن؟ نحن لدينا في القرآن 114 سوره المركز 114 تقسيم اثنان في منتصف عدد السور يعطينا 57 السوره رقم 57 هذه السوره المركزيه هي سوره الحديد سبحان الله يعني هذا الشيء لا يمكن ان يكون بالمصادفه حتى لو ذهبنا الى السماوات عدد السماوات سبعه ايها الاحبه وارتبط ذكر الرقم سبعه بالسماوات في القران سبع مرات سبحان الله فعباره سبع سماوات تكررت خمس مرات وعباره السماوات السبع تكررت مرتين المجموع سبعه بعدد السماوات السبع سبحان الله نحن عندما نذهب للكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين نطوف حول القبلة سبعة اشواط وعندما نذهب إلى القرآن ونبحث عن كلمة قبلة مع مشتقاتها نجد أنها ذكرت بالضبط سبع مرات بعدد مرات الطواف سبحان الله خلق الإنسان جاء على سبعة مراحل التراب النطفة العلقه المضغه العظام اللحم الخلق الاخر سبع مراحل لخلق الانسان دققوا معي ايها الاحبه عباره خلق الانسان تكررت ثلاث مرات وعباره خلق الانسان اربعه المجموع سبعه اذا خلق الانسان ذكر في القران سبع مرات بعدد مراحل الخلق حتى ان عباره بني ادم ذكرت ايضا سبع مرات، سبحان الله بعدد مراحل خلق الانسان. الوان الطيف الضوئي كم؟ سبعه، معروف هذا. تبدا من الاحمر وتنتهي بالبنفسجي. كلمه الوان في القران ذكرت سبع مرات بعدد الوان الطيف الضوئي، سبحان الله. حتى على مستوى الأنبياء هناك توازن عجيب في القرآن سأذكر لكم مثال واحد هناك نبيين كريمين هما عيسى وآدم عليهما السلام نفخ الله فيهما من روحي عيسى نفخ الله فيه من روحي وآدم نفخ الله فيه من روحي لو بحثنا عن اسم عيسى في القرآن نجد 25 مرة ولو بحثنا عن اسم آدم في القرآن نجد خمسة مرة تماثل سبحان الله هذا التماثل أيضا أشار له القرآن في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم سبحان الله يعني والله إن الإنسان لا يخشع أمام هذه الحقائق التي لا يمكن أبدا أن تكون عن طريق المصادفة كرتنا الأرضية أيها الأحبة معظمها ماء بحر يعني النسبة العالمية المتعارف عليها أن البحر يشكل من 71 إلى 72% من مساحة الأرض. اليابسة أو البر تشكل من 28 إلى 29%، هذه أرقام عالمية طبعًا. الآن ماذا عن نسبة البر والبحر في القرآن؟ هل يمكن أن نجد هذه النسبة؟ البحر منفردا ذكر في القرآن 33 مرة والبر واليابسة ذكر 13 مرة البر 12 مرة وكلمة يابسا ذكرت مرة واحدة فقط المجموعة 13 أصبح لدينا البحر 33 والبر مع اليابسة آه 13 المجموع 46 هذه نسبة نسبة 100% طيب كم تبلغ نسبة البر ونسبة البحر من هذه ال 46 ببساطة نقسم 33 عدد مرات البحر في القرآن على النسبة الكلية 46 ينتج 71.7 نسبة البحر في القرآن طبعا 71.7 النسبة العالمية هي بين 71 إلى 72، سبحان الله. الآن نسبة البر واليابسة كم؟ نقسم عدد مرات البر واليابسة وهو 13 على النسبة الكلية 46. 13 تقسيم 46 يعطينا بالضبط 28.3 النسبة العالمية هي من 28 الى 29 يعني هناك مراجع تعتبر نسبه البر او اليابسه 28 ومراجع تعتبرها 29 القران الكريم النسبه فيه 28.3 والله ايها الاحبه لا يمكن لانسان عاقل ان يصدق ان كل هذه التوافقات جاءت عن طريق المصادفه فانها جاءت بعلم الله تعالى تدل على ان كل كلمه في القران وضعت بعلم الله الذي قال لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق